توفت ابنة البالغة من العمر 2 سنة و3 أشهر، وعندما أتذكرها أبكي بكاء طويلا، هل يجب عليها الصدقة؟ وعند زيارة قبرها أقرأ سورة الفاتحة وأدعو لها وأقوم برش الماء على قبرها، هل ذلك جائز وقد توفيت وهي غريقة؟ هل الغريق شهيد؟ سؤال من امرأة ولا من رجل؟ الله كانت عليك. امرأة ما يجوز لها تزور القبور، لا قبر ابنتها ولا غيرها، حرام على المرأة زيارة القبور. السائل لم يوضح رجل أو امرأة، وإن كان رجلا فزيارة القبور مشروعة له للدعاء للأموات والسلام عليهم، أما رش الماء على القبر هذا بدعة لا يجوز، وأما القراءة عند القبر فهي بدعة أيضا لا تجوز، إنما المشروع الدعاء والاستغفار للميت. نعم.